السلام عليكم جميعا. بإذن الله اليوم رح نشوف كيف رح نحصل على ويندوز 11 النسخة المخففة من مايكروسوفت مباشرة، يعني مش نسخة معدلة من طرف شخص آخر، إنما هي نسخة مخففة من مايكروسوفت بدون تدخل أي مطورين خارجيين وتعمل على أقل المواصفات، حتى إنه 2 جيجا رام شغلوها معي. أولا فوت على الرابط من تحت الفيديو. وجب التنويه أن النسخة هي 64 بت وما في منها 32 بت. حمل النسخة بصيغة ISO بالشكل التالي. محتاجين كمان أي برنامج لحرق النسخة على الفلاشة، وليكن مثلا روفس. الآن صار عندنا ملفين، ملف الويندوز وملف البرنامج اللي راح نحرق فيه الويندوز على الفلاشة. تأكد إنك تشبك الفلاشة، وهيك تعرف البرنامج على الفلاشة. من خيار السيلكت اختار نسخة الويندوز اللي حملناها. لا تغير على الخيارات، فقط اضغط على ستارت. لو حبيت تخلي اول خيارين براحتك، لكن انا راح اشيلهم. تحذير انك راح تفقد كل الملفات الموجودة على الفلاشة، فقبل الموافقة على التحذير تأكد انك تأخذ ملفاتك المهمة من الفلاشة لانها راح تتفرمت. عند الدخول على هالشاشة اختار البلد الخاص فيك بشكل صحيح. من هالشاشة راح نقسم الهارد ديسك او الاقراص اللي موجودة عندنا على حسب الاقراص المتوفرة والبارتيشنز او الاجزاء المتوفرة الخاصة بالاقراص. مثلا هالزر بخليك تنشئ قرص جديد، وممكن من هون تحذف بارتيشن او قرص من خلال هالزر، وممكن تسوي ريفرش للقائمة اللي ظاهرة اللي بتعرض الاقراص عندك. اختار البلد، اختار لغة الكتابة، ضيف لغة كتابة ثانية لو حبيت، حاليا اتركه ويحمل التحديثات المطلوبة. وزي ما احنا شايفين ويندوز 11 رسمي مخفف من مايكروسوفت. لهون انا انتهيت ان شاء الله. لا تنسى تدعمني لو شايفني بستاهل. نراكم بفيديوهات قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.